بفضل الله تعالى تم قبول دعوتنا من قبل فخامة رئيس الجمهورية القرغيزية الجديد صادر جباروف بعيد تسلم منصبه بيوم واحد، وذلك لوضع حجر أساس مشروع مركز الإخاء الإسلامي الذي سيقدم خدمة تعليمية واجتماعية وثقافية لأكثر من 18,000 نسمة. ولا شك أن هذا دعم كبير لعمل الندوة، بل للعمل الخيري كله بقرغيزيا، ويؤكد الثقة الكبيرة التي أولتها الرئاسة القرغيزية وحكومتها لمكتب الندوة. وقد كان وضع حجر الأساس فرصة طيبة ليتعرف الرئيس الجديد على عمل الندوة ويؤكد ريادتها للعمل الخيري في قرغيزيا، حيث أعرب فخامته عن امتنانه لقيام الندوة ببناء الكثير من المرافق الاجتماعية الحيوية ومساعدتها لدولة قرغيزيا في الأوقات الصعبة. ومما جاء في كلمته إن اللبنة الأولى الموضوعة هنا ستصبح رمزاً لبداية البناء في قرغيزيا كلها، كما أكد فخامته أن أبوابه مفتوحة للندوة وداعميها ولشركاء دولة قرغيزيا. والله تعالى نسأل أن يرزقنا خير هذه الخطوة ويصرف عنا شرها، وأن يبارك في ندوتنا ورجالها ويفتح لها قلوب الناس، وأن يجعلها في الريادة دائماً.